السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعي قناة ليدي ليستو حكيمة. كيف ما وعدتكم ترحب بكم فيديو جديد خاص بالشهر المبارك. واليوم غادي يكون كريم كراميل. هذا الكريم كراميل غادي نديرها بالجبن، غنزيد الإضافات الجبن. أول حاجة كندير كنصوبو الكراميل، هي الأولى. داك الكراميل أنا درت كاس ديال السكر، وغنديروه على البوطة مهيلة حتى كيتصوب لينا الكراميل. كلشي راه كيعرف يصايب الكراميل. كنوجدو لي غامكان ديالنا فاش غادي نديرو هاد الكراميل. هذا يمكن لكم ديروه مول كبير، انا فضلت ندير هاد لي مول صغارين، تيجيو زوينين مهم براتيك. كنفرق الكراميل على لي غامكان كاملين، صدقوني تحلية رمضانية رائعة وسهلة، تحتاج في السحور، تحتاج المهم سهلة وزوينة وبنينة. يعني تصوب هي الطريقة ديالها تصوبها سهلة، ولكن الطياب والوقت اللي غترتاح فيه هو اللي شي شوية طويل، لكن في الاخر النتيجة رائعة. نتمنى تجربوا هذه الوصفة. هذه كنرحب بجميع المنخرطين معايا اللي في المغرب وخارج المغرب، ونجد الترحاب الاخوات الجزائريات، تنشكرهم على التعليقات ديالهم زوينين، واخواتي اخواتاتي المغربيات طبعا، وترحب المشتركين الجداد. ونتمنى يكون محتوى القناه في يعني في مستوى التطلعات ديالكم. كنحاولوا ندوروا شويه ديك الكراميل على في الغامكان، وغادي نمروا باش نصوبوا الخليط ديالنا. درت حك ديال نستلي 6 البيضات، بواطا ديال كيري، جبنه كيري. يمكن لكم ديروا جبلي، ديروا اللي بغيتوا من سيترو د الحليب. طريقه سهله، يمكن لكم ديروا هاد المكونات كلهم في خلاط الكهربائي وتضربوهم وتعمروا بهم لي غامكان. بغيتو ديروا بحالي تخدموهم بيديكم، انا تنجبر شويه النشوه في داك الخدمه باليد، كنعطي الخاطر الحاجه وكيتعجبني الخدمه بيديا. كنديروا البيض هو الاولاني، ونزيدوا عليه الحليب نستلي، تنخدموهم غير بالفويد اليد، غير بالباتور ديال اليد. انا قلت لكم يمكن لكم ديروها في الميكسور، يعني دغيا كيتخلط كلشي. تنخلطو كلشي بالفوي، كاين انواع كثيره ديال الكريم كراميل. مهم هذه طريقه شويه، يمكن لكم ديروا غير الحليب والبيض والسكر تيجي زوينه. يمكن لكم ديروا فيها سميتو المايزينا كيجي زوينه. هذا غير نوع شويه، يعني خرجنا شويه من المألوف. زدت جوج صاشيات ديال الفاني وكملت التخلاط. الا ما عندكمش هذا الجبن كيري اطارتيني بهذا الشكل هذا، يمكن لكم ديروا 6 ديال القطع ديال الكيري، وديك الساعه ضربوا كلشي في الميكسور، تيجي زوين بنين، تيعطي واحد المذاق شي شويه، تيهرس ديك الحلاوه ديال نستلي، وكيعطيها واحد المذاق رائع، وحتى الشكل ديالها كتجي زوينه. صدقوني غير جربوها، ما غاديش تندموا عليها. تنستمروا في التخلاط بالفوي، وكنكررها عاوتاني. الا بغيتوا تسربيو راسكم ديروها في الميكسور، كلشي كيتخلط دغيا.
كنستمروا حتى ما كيبقاوناش ديك الحبيبات ديال الجبن. وإلا بغينا نتاكدوا تنصفيوه، تنزيدوا الحليب، نسيطروا ديال الحليب ونخلطوه. وتنعمروا لي غمكان ديالنا. الفران دائما فاش كتكون غادي نصوبوا الكريم كراميل خاص الفران تكون مهيله باش كطيب على المهل 160 درجه، وتنوجدوا الماء غليان باش كنديروا البان ماغي ضروري، تنديروا البان ماغي والوقت ديال الطياب تيكون طويل شويه، ساعه ساعه ونص، حتى المهم ساعه ونص مأكده من سبع ساعه ونص. ومني كطيب كتخليوها ما كتحيدوهاش، تتخليو كلشي تتخليوها واحد حتى كتبرد على برا، عاد تدخلوها للثلاجة. فاش ديروها في الثلاجة عندها ديك 4 ساعات، عاد ديك الساعة كتكون موجودة. كنكملوا التعمر ديال لي غامكان ديالنا. كيف ما قلت لكم الماء تنطيبوه، وما تنعمروش تنطيبها، تنوجدوها اوباماغي، ولكن ما تنوصلوش الماء حتى للفوق، غير النص ديال لي غامكان. انا عطاتني هذا القدر، هذا 6 ديال لي غامكان والنص ديال المول طويل. هي هذه فاش طابت وخليتها ارتاحت بردت وبيتها في الثلاجة، كندورو لها ميس مع الجنيبات. تنشدو ميس رقيق كيف ما قلت لكم وندوروه مع الجنيبات. صدقوني ديسير لي زوين، يمكن لكم ترافقوه مع الفواكه، فواكه الحمراء ولا خلطوه، ولا المهم تيبقى داكشي اختياري. هذه القاعده، وشي لاخور تيبقى نسبي، كل واحد كيدير داكشي اللي تشهى. ايوا، رمضان مبارك سعيد مره اخرى، ونتمنى هذا الفيديو يكون راق لكم وعجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله في السلسله الرمضانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.